قلبي، تعبت انا اخش اللي ما في قلبي، انا ما اصل لمرحلة ان انا اذبح نفسي ولا انتحر ولا اصل ولا اتنزل في السوشيال ميديا، والله ما اتنزل له على قصة رقبتي. سوي اللي تبي تسوونه، وانا والله لا اقدم كتاب واصل حق ولي العهد الشيخ مشعل، وقسما بالله وامير امير يعني الشيخ نواف، ما راح اسكت بعد، انا ما فيني اسكت، انا جد بعد اليوم انا ما فيني اسكت، انا اي وحده زين راح اشوف شنو لابسه مطلعه له ريلها ريلها ولا تلف من ورا، راح يعني انا ودي اعرف ليه وين، يعني احنا شنو انتو تبي ترتاحون انتو توصلون مرحله الاعدام عشان اعرف انا، علشان اعرف لوين انا اوصل، عشان انا اعرف اعلم بنتي من الحين انا يا ماما والله ما تقدر يمكن باكر ما تشوفين امك، بنتي قامت تقعد ماما انا خاف ماما ما اشوفك باكر، حاشتها حاله نفسيه، حاشتها بحاله نفسيه، يلا انا بوريك الصور، انا ما عدت اخاف من شيء، انا انساني مكشوفه مكشوفه، لا خسرت اموال لا لي في المخدرات، لا قتلت لا ذبحت لا سويت شيء، مالي ولا شيء بالامور، انسانه بحالي لا رافش تحت بالسوشيال ميديا، لوين لوين انا اتصل لوين انا اوصل، رايني فكر يسوي بروحه برا شيء، انا ينيت غيري ليش ليش لوين معاش قطعت رزقي بكل شيء كل شيء جد، لوين احنا بنوصل، انا شنو سويت، انا ودي اعرف قضيتي شنو، مسكت كريم دحنت جد ريلي 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 دحنت ريلي، صارت قضية واللي تلبس ليه فوق لهني لهني تلبس، ما حد كلمها ولا حاسبها وغير كويتية وبنت الديرة ينوكل حقها، ليش اذا ابو عاجب تبي تسجلون علي قضية ثانية على كلامي، لان نوكل حقي حقي كلك شو، ما حد جاب لي حقي لعندي، لوين انا شنو ناوي ينزل فيني جد، لوين احنا بنوصل، انا شنو سويت، انا ودي اعرف قضيتي شنو، مسكت كريم دحنت جد ريلي 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 دحنت ريلي، صارت قضية واللي تلبس ليه فوق لهني لهني تلبس، ما حد كلمها ولا حاسبها وغير كويتية وبنت الديرة ينوكل حقها، ليش اذا ابو عاجب تبي تسجلون علي قضية ثانية على كلامي، لان وكل حقي حقي كلكتوه، ما حد جاب لي حقي لعندي، لوين انا شنو ناوي ينزل فيني، شنو صاير يدشون علي، تبي تعتزلين ولا لا، لا تعتزلين يا ناس جنش، لا مو على كيفكم، مو حد على كيفه، احترامنا والقانون ما زلت اقول على راسي، بس القانون يا يتطبق، جابونا بالكويت قولوا لنا ما نبيكم ما نبيكم يا الكويتية، انت مالك اي حق تعيشين بديرتك، علشان انا اعرف